ما يبي له كلام يا الربع، سبسكرايب شير ولايك. يس نو ميبي. إذا ما طاوعني الحديد لأغير اسمي من عنتر إلى فريد. صدق أو لا تصدق، اكتشف مؤخرا بأن هناك 40,000 قضية باطلة في ولاية ماساتشوستس، والسبب قيام باحثة في الأدلة الجنائية الDNA بالتلاعب بنتائج تلك القضايا، ما يزيد عن 40,000 قضية تلاعبت في الفحوصات المختبرية مثل الDNA، الحمض النووي، البصمات، الرزدو، الشوائب، وحتى فحص الدم. تلاعب رجال الأمن ورجال الFBI بالأدلة والأدلة الجنائية من أجل إغراق المتهم في الأحكام والتهم الباطلة. في سنة 1997 اكتشفت حالات تزيد عن 6700 حالة. قام 13 من رجال الFBI بتزييف النتائج، نتائج الDNA والحمض النووي وفحص الدم والشوائب، من أجل إلقاء القبض على المتهمين والحكم عليهم. ما يقارب 60 حالة، 60 حالة من تلك الحالات قد أحكموا بالإعدام. والمحزن في الأمر، فقط 300 حالة من تلك الحالات أصحابها قد أنصفوا، أما الباقين إما ما زالوا يرتعون في السجون أو قد أعدموا already. هناك 2.5 مليون سجين في الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لإحصائيات الFBI، وهناك أيضا 10 مليون تحت المراقبة وتحت الملاحظة probation. 30,000 دولارا سنويا هي قيمة إيواء المسجون الواحد في السجون الفيدرالية، طعام، ملبس ومسكن. 16,000 دولار فقط هي قيمة تعليم المواطن الأمريكي للسنة الواحدة. 50% من مساجين الولايات المتحدة الأمريكية لهم تهم تتعلق بالمخدرات أو ارتكبت بسبب المخدرات أو من أجل المخدرات. وفقا للCDC للحكومة الأمريكية لعام 2015، 650,000 شخص خريج سجون يعود إلى المجتمعات الأمريكية سنويا. 75% منهم يعودون إلى السجن بعد أول سنتين. 2000 دولار كانت كفالة تلك المرأة في ولاية كارولاينا الجنوبية لكي تخرج من السجن بعد إلقاء القبض عليها، والسبب لم تسترجع شريط VHS فيديو إلى أحد المحلات التجارية منذ عدة سنوات.
ألقي القبض عليها وزجت بالسجن من أجل شريط تافه VHS، واضطرت أن تدفع $2000 جست لكي تخرج من السجن على ذمة التحقيق. واو. وفقا لمركز مشروع الأحكام المنصفة، هل تعلم إذا كنت أسود البشرة فهناك احتمال 6 أضعاف بأن يلقى القبض عليك وأن تحكم وتعطى لك أحكام إضافية مما لو كنت أبيض البشرة؟ واو. أمريكا بلد الحرية والمساواة، Justice and Liberty for All. ألم يسمعوا بالأغنية التي تقول لولا سواد الليل ما كان ضي القمر، لولا سواد العين ما كان نور البصر، لا فرق بين لونين كلنا جميع بشر، لا فرق بين لونين كلنا جميع بشر، ليش احنا نكره بعض والفرق بيننا لون، خالفنا رب الأرض خالفنا رب الكون، لا فرق بين لونين كلنا جميع بشر، لا فرق بين لونين كلنا جميع بشر. حلل هذا يا هذا. 70% من هؤلاء الأطفال، نعم الأطفال المحكوم عليهم بالإعدام سن 13 14 و15، نعم بالإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية، 70% منهم هم من الأعراق وذوي البشرة الملونة، سود ولاتينيين. هل تعلم بأن 1/3 إعدامات الولايات المتحدة الأمريكية تحصل في ولاية تكساس؟ تكساس لديها النصيب الأسد في عدد الإعدامات. من 1933 إلى يومنا هذا هناك ما تزيد عن 600 حالة، 200 حالة من تلك الحالات وقعت في تكساس alone. You know what they say when you go to Texas, man? Don't mess with Texas, man. Don't mess with Texas. وفقا لوزارة التعليم الأمريكية، حالات الاغتصاب في ازدياد بشكل غير طبيعي في الولايات المتحدة، خاصة في الحرم الجامعي. نسبة الازدياد تصل إلى 52%. واحدة من كل 4 بنات في الولايات المتحدة الأمريكية قد اعتدي عليها بينما أو أثناء دراستها في الجامعة. حلل هذا. عرض مكتب المدعي العام في ولاية فلوريدا على رجل أسود أمريكي إما السجن 6 سنوات أو الإخصاء والخروج من السجن بعد 6 شهور. وما تهمة ذلك الرجل؟ سياقة السيارة دون رخصة. ولكن بما أنه أب ل6 أشخاص قررت المحكمة إخصاءه لكي لا ينجب المزيد، فلا عائلة لهم سوى الدولة. واو. صدق أو لا تصدق، 35% من مساجين الولايات المتحدة الأمريكية يعانون من مرض الكبد الوبائي، وعلاج كل واحد منهم يزيد عن $80,000، ولن تدفع الولاية الفاتورة أبدا أبدا أبدا، ولن تطلق سراحهم أيضا أبدا أبدا أبدا. والأسباب الرئيسية لذلك المرض هي الدم الملوث، استعمال حاجات الآخرين، الأمواس الملوثة، الإبرة الملوثة، والممارسات الجنسية الغير شرعية خاصة بين الذكور. وفقا لجمعية حقوق الإنسان لسنة 2010، 20% من مساجين الولايات المتحدة يعانون من مشاكل نفسية معقدة، أمراض نفسية وعقلية وعصبية. 20% من هؤلاء بحاجة إلى التدخل السريع لإنقاذهم، وإلا يعرضون أنفسهم للموت أو الانتحار والآخرين للضرر. حلل هذا يا هذا.
إليك أنواع السجون في الولايات المتحدة الأمريكية: سجون المقاطعة County Jails، سجون الولاية State Prisons، سجون الحكومة الفيدرالية Federal Prisons، سجون مكافحة المخدرات DEA، سجون الـ FBI، سجون الـ ATF، التبغ والكحول والأسلحة، سجون الهجرة ICE، سجون وزارة الصحة، سجون وزارة الداخلية، سجون المطارات. نعم، هناك سجون للتوقيف في داخل كل مطار في الولايات المتحدة الأمريكية، سجون الغابات والبحار، وحتى سجون تابعة للهنود الحمر، سجون الحدود، وحتى سجون تابعة للمحلات التجارية تجدها في المحلات التجارية. فما رأيك بأمريكا بلد الحرية؟